مرحبا يا طيبنا الفعالي من جنوب المملكة أهل الشمالي. يلا حيهم يا هلا والله ومسهلا ومرحبا يا هلا والله في هالمساء الجميل وفي هالحلقة المتجددة لهذا الأسبوع. متواصلين يا مشاهدينا الكرام مع هالتصفيات العالمية. اليوم مطبخنا غير واليوم النجوم غير ولجنة التحكيم برضو غير لأنهم متحمسين أكثر اليوم. تابعونا واستمتعوا بوقتكم ولا تنسون أنه هذه الطبخات من أيدي مهرة وناس ما شاء الله تبارك الله يحترفون الطبخ وما يمنع أن الإنسان يستفيد ويتعلم عشان ينبسط ويطرب نفسه ويستانس في بيته ومع أهله ومع خواله. وهذا النداء ليس موجها للأمهات فقط أو الزوجات، إنما نحن ننادي أيضا الآباء يتعلمون الطبخ ويفودون أهلهم. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. بعد قليل تشاهدون لجنة التحكيم العالمية. دائما كونوا معنا. خليني أعرفكم عن نفسي، أنا محمود سلطان. أعطيكم نبذة بسيطة عني، أنا خريج أكاديمية كوردون بلو باريس، حكم دولي ومعتمد من الجمعية العالمية للطهاة المحترفين واكس. اشتغلت بعدة فنادق عالمية داخل المملكة وخارج المملكة، وطبعا حاليا مستشار ومدير الانتاج والتطوير بشركة الفهد للاستثمار. طبعا كمان مستشار لعدة شركات تعمل في مجال التغذية الصحية. طبعا حائز على عدة أوسمة عالمية ومؤسس مركز للتدريب اسمه معمل الشيف محمود، وأكيد بالبرنامج حتعرفوني أكثر. أنا الشيف علي اليوسف، شيف ممارس لأكثر من 23 سنة. عملت لمدة 17 سنة كشيف لقصور الضيافة تحت إشراف شركة فنادق الأنتر كونتيننتال، وأيضا عملت لمدة 3 سنوات في فندق الفور سيزون، وشاركت في مؤتمر دافوس 2018 البوفيه أكثر من 5000 شخص، وحكمت في مهرجان فانيليا بالرياض. والآن أنا معاكم في شيف إيديسون، هتعرفوني إن شاء الله أكثر وأكثر. ما أحب أتكلم عن نفسي كثير، احترفت الطهي لأني أعشق الطهي. مثلت المطبخ السعودي في كثير من المناسبات الدولية والإقليمية والمحلية باسم المملكة العربية السعودية. أنا سفير المطبخ السعودي، مستشار صحة وسلامة الأغذية في الجامعة البريطانية ببيروت، عضو الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، حاصل على فضية دبي للطهاة المحترفين، وأيضا عضو في ماستر شيف استراليا، عضو الجمعية السعودية للطهاة الواكس، رئيس نادي طهاة المدينة، وأفضل طاهي في المملكة العربية السعودية في جوائز التميز السياحي. أنا الشيف عبد الصمد الهوساوي، أستاذ المطبخ الفندقي بكلية السياحة والفندقة. حياكم الله مجددا، يا هلا والله ومسهلا ومرحبتين. شو هالزين يخزي العين، متواصلين معكم ومعنا طبعا مثل ما قلنا لكم لجنة التحكيم الموقرة هذا المساء الجميل، وعندنا ضيف جميل أيضا. نذكركم بلجنة التحكيم الأسماء الكبيرة العالمية، عبد الصمد هوساوي الشيف العالمي الكبير، أيضا الشيف الكبير العالمي أبو يوسف علي اليوسف حبيب قلبي علي، وما ننسى الذي يحترق بقوة من أجل أن يؤدي مهمته بنجاح الشيف الكبير العالمي محمود سلطان أبو سلطان. أيضا ما ننسى الكنترول، يا كنترول يا كنترول، سجل لنا أحلى دخول. هذا الكنترول الربط، شيف الربط أبو إسماعيل. راح أعطيكم نبذة بسيطة عني، معكم الشيف محمد إبراهيم، حكم دولي معتمد وعضو في جمعية الطهاة العالمية للمحترفين واكس، حائز على مركز الأول في مسابقة دوتشيلو العالمية للطهي، مصنف من ضمن أفضل 10 طهاة حول العالم في مسابقة كاليفورنيا والنتس للطهي، وحائز على 21 ميدالية دولية حول العالم. وعلى فكرة أنا مسؤول ركن الشيف إيديسون. ولا حد بياخذ آلة الطبخ إلا بإذن مني، وما رح أعطيه إلا بمزاجي. حيا
حياك الله ابو اسماعيل. حييك حبيبي. ازيك؟ الله يسعدك. ما ادري كذا احس انك جوعان. نفسي. مشكلة يقول لك نفسي في طبخة. يقول لك باب باب النجار مخلوع. مخلوع. الطباخ دائما والشيف واللي تلقوا جوعان. حياكم الله عموما، وليلة سعيدة وليلة جميلة، وعندنا ضيف اليوم ان شاء الله. ضيف جميل بيدخل علينا فيها اللقطة وبالبرنامج بإذن الله. قبل ما نتكلم عن هذا الضيف وقبل ما يكون متواجد معنا، نرحب بالفرق. فريق عبد الصمد الطويق، فريق الشيف عبد الصمد هوساوي، أحمد باسهل، عبد الرحمن الجابري، خالد الحسين، عمر الغفيلي، مصعب مادو. فريق أبو يوسف، تفضل يا فريق أبو يوسف، مجموعة الوحوش. فريق الشيف علي اليوسف، خليل شعلان، حامد الحامد. أيضا عندنا أيضا المجموعة الثالثة، وهي مجموعة الصقور. واللي ما يعرف الصقر يا شويه أبو سلطان أكيد. يتفضلون فريق الصقور، فريق أبو سلطان. فريق الشيف محمود سلطان، تركي الغانم، عبد المجيد حسن، سعيد الهوساوي، سلطان الفريدي، عايد العنزي. والآن بننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية يتحتم فيها في أشياء، وفيها درجات تختلف، وفيها أشياء ممكن أشياء كثيرة تختلف يعني، لكن ما أدري عنها عند الإدارة. ثم بعدها الخروج يكون اثنين، وهذه يعني بس مو بالآن، يعلنون عنها الإدارة إن شاء الله. الآن مشاهدينا الكرام معنا ضيف جميل ورائع، ويا هلا ومسهلا، ضيف له بصمة في هذه البرامج الرائعة، ولو بصمة في المجتمع، ولو بصمة مميزة، أبو مشاري الدبيا. أبو مشاري الدبيان ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي. أبو مشاري متميز في المطبخ الشعبي بجميع أكلاته، وأيضا متميز في المعجنات. أخذنا جولة على قناته على يوتيوب وشفنا أشياء غريبة عجيبة. أول شيء البرجر بالخبز العربي، بصراحة أبدعت فيها يا أبو مشاري. أما البحريات شوفوا هالمنظر، شوفوا هو يقلب السلمون مرة والروبيان مرة، بصراحة إبداع في التحضير. أما إذا لقى أبو مشاري قدر إديسون فهنا حكاية ثانية، وثق ثقة تامة أنك حتاكل كبسة غير عن كل كبسة. يا سلام، عينك عينك على كبسة الحاشي واللحمة واستواءها. مو هذا وبس، لسه كمان في الكشري والمشاوي والمعجنات. شوف السميث هذا المحشي بالجبن، للأمانة أبو مشاري طبخه لا يقاوم. وحنا سعيدين الليلة بتواجدوا معانا ضيف ومحكم في برنامج شيف إديسون. يا هلا والله ومسهلا. حيو أبو مشاري، حيو حيو أبو مشاري، حيو حيو أبو مشاري. أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا والله ومسهلا. أبو مشاري الدبيان اسم لامع، اسم كبير حقيقة. احنا اللي شرفنا فيك في البرنامج. الله يشرف مقدار. اسم جميل، اسم مميز. طبعا يعني الجوكر عندنا هنا مين؟ المملوح هذا. هذا المملوح هذا هو الجوكر عندنا حبيبي، والجوكر برا هذا ابو مشاري الدبيان، في كل فن وفي كل شيء ما شاء الله تبارك الله. يحييك الله يبارك فيك. اسفرت وين ورت يا هلا والله. ها نبدأ نرفع قضية ولا نرفع ذا؟ بسم الله بسم الله. بالله الحركة ذي بالله مدروسة ولا لا؟ والله مش مقدم لنا اليوم. يا ويلكم. وصل وصل. يلا شوف في احد يعرفها بسرعة بسرعة. جريش. ها جريش شاورما. في احد ياكل جريش كذا؟ شاورما 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 كذا. برجر يا شباب. يلا طيب تعال حبيبي. وش جهزتوا؟ كل شيء خصب. كل شيء جاهزه، كل شيء موجوده. طيب برجر لحم دجاج؟ برجر لحم.
ما ادري بس في اشياء ما يخص البرجر اعتبر بعد. اعتبرني واحد برا يقول يا اخي البرجر اي واحد يسويه. صحيح الكلام هذا؟ صحيح اي واحد بس يسويه. كل واحد بطريقته. انت تتكلم عن اعتراف طبعا بطريقته بيختلف كل شخص عن شخص. يلا بيبين معنا اليوم ان شاء الله. كفو يلا شباب شدوا الهمة. بسم الله وعلى بركة الله. قدامكم نصف ساعة. لجنة التحكيم تختار لنا ثلاثة ونستعين بالله نقول عبد الصمد. والله انت جاهز؟ كلنا جاهزين. والله كله جاهز. اطلع طيب شوف. انا جاهز. هذا تشوف. لا. تفضل مصعب. جاهز مصعب. لما اختارني الشيف صراحة يعني كنت متخوف شوية. لانه ما شاء الله اللي كانوا طالعين معاه يعني واحد له مطاعم ما شاء الله والثاني يعني خبره تقريبا اكثر من 5 سنوات في المجال وانا خبرتي في البرجر كانت يعني بسيطه ولكن باذن الله بدخل وفوز. اخترت مصعب لانه مصعب عنده خبره مطاعم وان كانت بسيطه بس يفيد الفريق بحيث انه يوديني المكان ابعد من ما احنا وصلنا له وهذا الخط التخطيط اللي قاعد نشتغل عليه والتكتيك. علي ابو يوسف الشيف الكبير علي انا لازم اطلع انا امي كلنا نفرين والنقيب ايش يبغى تطلع وما تطلع على برستيجك يا شيف فاهمه تكتيك هذا ولا ايه اقرب شويه شوف كيف والله ما لومك الشيف علي ضربتين في الراس توجع خليه يوزعهم يعني يوزعهم واحد واحد تحت واحد فوق وخلاص يا ابو سلطان ايش تتوقع يقول لهم الم يعني اسبوع قلنا وقت اختارني الشريف علي اليوسف ما في خيار ثاني انا او حامد ما في شخص ثالث يعني ما عندنا خيارات فقلت له انا خليني انزل واللي بده يصير يصير ان شاء الله الامور بتمشي والحمد لله كانت الأمور منيحة طبعاً شعوري جداً عبء كتير كبير علي كتير آكل هم لقدام الوضع جداً صعب رح أنافس يمكن 10 أشخاص أنا وحامد لحالنا ضد 10 أشخاص هذا شيء كتير صعب رح يكون كتير متعب بالنسبة لنا وإن شاء الله الله بيوفقنا بالنهاية هيا الله أبو عثمان وكرم أبو الكرم حبيبي أسفرت والمرة يوم نكرم عليكم بالبرجر والله انك كفو وسلم لي على ابوك الله يسلمك الله يجعلك في ضيوف الجنة الله يسلمك ابو سلطان حمود محمود اسمح لي بس نتشاور مع الصقور شو تقلد تقلد ابو عبو يوسف تقلد 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 شباب حبيبي الله يكرمكم شباب شغاله دي مستوى عالي شباب ما شغلتها مشغلين هذول كلهم حاطين كل جهدهم انهم يربحوا هاي التصفيات عرف كيف طلعنا على المرحله الثانيه عرف كيف ما بدي اضغط عليكم مين اليوم اللي بيحسن يطحن عظام ما في غير ملك البرجر يلا ابو المشكله يلا روح من بدايه البرنامج وانا احاول وسبب رئيسي في جيتي على البرنامج اني حاب اشارك في اهم طبق عندي البرجر ودائما الشيف كان يبين لي انه يعني حيخليني ادخل باي طبق غير البرجر فالى اخر لحظه ما كنت متوقع انه يدخلني على البرجر وتعلمت على تكنيكات اطباق اخرى على اساس انه انا ما حدخل على البرجر لما قال لي حدخلك على البرجر واختار اسمي كانت بصراحه مفاجاه كبيره وامنيه وتحققت بسم الله الان عندنا دقيقه يطلعون فيها الشباب على الادوات بسم الله والله اكبر استعين بالله يا شباب يلا معكم دقيقة بدأت من الآن يا هلا والله أبو مشاري هلا والله سفرت وين ورت الله يسعدك أبو مشاري اليوم أنا متضرع بدوري بدي إياك أنت تتحكم عني وعنك اليوم لأنه أنا متهم من أبو عبد الله أني أنا متعاطف مع فريقي والسبب أنه فريقي كل يوم بيطحن له 2-3 ما شاء الله اليوم انا بعطيك المسؤوليه الطبق واحد لكن كل واحد في الشباب جالس يستخدم اداه مختلفه عن الثاني وكلها من ماركه اديسون ها طيب قبل ما تنتهي الدقيقه ذي اخونا عبد الصمد البرجر هل هو فعلا سهل يعني اقصد سهل انه اي واحد يسويه اوكي اعتقد انه
السهل الممتنع، نقدر نقول عنه سهل، نقدر نقول عنه صعب. إذا إنسان صعب على نفسه، إذا سهلها تكون سهلة، يعني 20 دقيقة يعني تكون قضي، لكن نحن نعطيهم أكثر طبعاً. أتمنى. ما شاء الله تبارك الله. ها جهزتوا كل شيء؟ بقي شيء ها يمين يسار؟ تعال يا هذا، بس خلهم لين يبدون، ثم بعد بسألك عن وش جهزت وش الأشياء اللي نحتاجها ويحتاجونها بشكل عام. كل شيء. يلا يا شباب، بسم الله وعلى بركة الله. نحسب النصف ساعة من الآن، نصف ساعة. 1 2 3 استعين بالله. في الحلقة الماضية. يا هلا ومسهلا ومرحبتين. شو هالزين يخزي العين. نصف ساعة. اللي انت عم تتمناه بعرفه. معلش ما دام انت وصلت للملعب. لكن الاسود تعد على الاصابع. في اسمك اسادي خضار. اقسم بالله ما خلصت منها. قدمها يا اكل ما في ما سريع اشتعلوا اشتعلوا. فرض حبه وقدره واحترامه. 2 1 في الحلقه الماضيه كانت الاحداث ساخنه جدا، كما لو أنها كسادية توها طالعة من الجريل بعد التحميص. عمر الغفيلي قطع إصبعه، سلطان الفريدي انسحب من المنافسة، وعبد الوهاب وقع في فخ الشيف إبراهيم. ورغم المشادات والمشاحنات والمناوشات بين أعضاء اللجنة والشباب في المدرج، إلا أنه انتهت الحلقة بسلام. لكن بعد عنا عندنا دجاج، ما عندنا دجاج نشتغل. اول شيء اول ما عندك دجاج تشتغل؟ بشتغل. في اسمك سادي خضار. اقسم بالله مزبوط. انا قلت له فلافل بيمشي معك انت ما خرج. عادي ولا حاجه. ايه جاي بناكل ولا لا؟ بناكل ولا لا؟ فلافل كله بناكل، كله بناكل. والحمد لله رب العالمين. خلونا نشوف هالحلقه ايش منتظرنا. جواب الحلقه الماضيه: في عام 2015 تم إنشاء المتجر الإلكتروني للسيف جاليري. تعال الحين البرجر بشكل عام. تعال وش فيه؟ وش المكونات اللي انت جايبها؟ عباره عن اللحم. اللحم مفرومه. طبعا مو برجر جاهز، اللحم مفروم. بس اي اللحم مفروم طبعا حيكون موفر لهم. الافضل البقر، الغنم، الدجاج. البقر المعروف. البقر. البقر افضل شيء. البرجر افضل شيء. البرجر البقر. حلو. ليش؟ ونفس البقر يعني. معليش عذر على السؤال الشاطح، بس لحم مثلا الظهر افضل، لحم مثلا الرجل افضل، ولا هذه اشياء؟ لا هذه الاشياء يبي لها دراسه ثانيه. تعال في الحلقه. طيب عندنا اذا لحم. ايضا عندنا لحم فقط مطلوب منهم، برجر لحم فقط. اي وش مكونات عاده؟ مكونات البعض بيحط لك الفلفل الاسود مع الملح فقط. نتكلم عن اللحم المفروم نفسه. اي نعم بيضيفوا بعضهم. بيضيف اتكلم انا البرجر كامل. البرجر كامل وش يحتاج؟ يحتاج خبز، لحم مفروم، بهارات، خس، طماطم، وصوص. الصوص أي هذا اي شيء اللي يقدر يبتكر من الموجود. اول الناس اللي دائما يسوون مايونيز وكت مايونيز وكتشب. بكيف اهم شيء يبتكر صوص. وانت جبت لهم ادوات؟ جبت لهم اكثر من شيء، وفي منه يخبصها وفي يا منها. اخوي انت وش بقيت وش بقيت. الله يعزك. الله يوفقك يا ابو جمعنا يا رب. اذا اكتملت لنا الصوره، وما شاء الله الشباب الآن على قدم وساق. شيلوها شيلة والفوز الليلة. شيلوها شيلة والفوز الليلة. اللجنة شيلوها شيلة صح صح يا غالي. شيلوها شيلة والفوز الليلة. إيه شيلوها شيلة والفوز الليلة. شيلوها شيلة والفوز الليلة. خلينا نشوف الفوز الليلة. هوساوي عنده تعليق
على البرجر، بس صوته مو واضح قبل شوي. وجبة البرجر بشكل عام، أي برجر عند الدجاج لحم وكذا، هو أهم شيء يعتبر وجبة مفضلة للناس؟ أكيد طبعاً، هي بس أهم شيء في إعداد البرجر إنك تلتزم بالتعليمات المتفق عليها. أبوس إيدكم أنا، أبوس إيدكم. لا والله يا جد يعني شيء غريب، ولكن يعتبر هو شيء يعني أول من المطبخ الأمريكي، أمريكا الشمالية تحديداً. ولكن معلومة مهمة جدا لكم يا شباب، البرجر الاسم جاي من مدينة هامبورغ الألمانية، ما له علاقة باللحم الخنزير وكذا، لكن هي جاي من مدينة هامبورغ الألمانية. وكان قصة طويلة يعني إنه كيف اكتشفت وكيف عرفت، كانت تقدم في خبز محشي بلحم مفروم، وحروب كانت في الماضي، حرب عالمية ثانية، ثم تطور وانتقل لأمريكا فتطور كثير وأصبح هي واحدة من الأشهر الوجبات الأمريكية. يا سلام. قدم طبعا في الغالب مع البطاطس المقلية أو المحمرة، والآن أصبحت يعني راحت لأماكن جدا بعيدة يعني البرجر في الإعداد والتجهيز والتحضير، زي ما شايفين في المطاعم العالمية الموجودة والمنتشرة على مستوى العالم ككل يعني. يا أخي بس أنا أشوف إنها يا أخي وجبة سريعة ما شاء الله، سريعة ولذيذة. سريعة. طيب خلينا نشوف أبو مشاري الدبيان يا أخي. أبو مشاري هذا لو تسمح لي بس. أيوة. البرجر مظلوم طبعا، دائما احنا نتكلم عن انها وجبات سريعه سيئه، ترى الكلام هذا غير صحيح. ليس بالضروره ان تكون وجبه سريعه انها سيئه، حتى يعني نفس الانجليز هم يتكلمون يعني عن نوعيات مطاعم معينه. يعني انا اعطيك مثال من دون ذكر اسماء المطعم طبعا. في مطاعم يا مثلا خلينا نقول تو اخونا ابو اسماعيل قال انه اللحم البقري بشكل عام هو افضل لحم للبرجر. ايه فهم يجمعون لك البقرة كلها الجمل بما حمل، ويقطعون لك الأعصاب مع الكبد مع اللحم، ويجمعونه كله ويخلونه لك على شكل برجر. أنت ما تأكل لحم برجر. الآن البرجر مثلا نأخذ بعض المطاعم الشهيرة والمعروفة، قطعة اللحم مو بس لحم صناعي الحين. إيه قطعة اللحم مو بلحم، ما هو بلحم، مضاف له الأعصاب مثلا، مضاف له مثلا الكرش، تمام، مضاف له مثلا المصارين، الأمعاء، مع البقرة مخلوطة كلها ومطحونة، وقدمها برجر. أنا أقصد إنه صحيح كوجبة لما تيجي للبرجر فيها كربوهيدرات، فيها فيتامينات ومعادن بالنسبة للخضروات اللي محطوطة فيها، أيضا فيها بروتين، فبالتالي هي وجبة متكاملة. فيمكن تستغني أنت بطريقة الطهي تختلف معاك القيمة الغذائية وبعض المكونات من الصوصات وهكذا. أعتقد بكذا خرجنا من الخلاف حق الموضوع إنه صحي أو غير صحي. الله يوفقكم. الله يوفق الجميع إن شاء الله. أبو مشاري يلا حيه. بس ننتبه الفور اللي يطيح. أسفرت وين ورد. وجودك عزيزي. أولا نورتنا. الله ينور. ونورت البرنامج. والحقيقة ضيف شرف وأحلى ضيف شرف. نأخذها منكم باختصار، وجبة البرجر تستهويك؟ طيب اكيد طبيعي، ما في احد ما تستهويه وجبه البرجر، ولكن انا بقدم لك سؤال يعني يعني وجبه البرجر تعتبر وجبه امريكيه تقريبا صح؟ تقريبا نعم. نعم طيب المكونات البرجر كلها عندنا عربيه، فهي يعني اصل البرجر كله عندنا، اللحم من عندنا، القمح من عندنا، والخضار من عندنا. ايه فالمفترض انها كانت وجبه عربيه. طبق طبق ابداع صح؟ هاي سبقونا عاد. نعم البرجر يعتمد طبعا على جوده اللحم اهم شيء. زين الان انا شايف في اتجاه كبير للبرجر الحاشي، عندنا اللحوم الحاشي جدا جميل. يا زين لحم الحاشي. اي والله مع شويش حمات كذا تحط 200 يبقى بيدا تحط 100 لكل كيلو لحم 200 جرام شحم، او 800 تحط معها 200 تكمل كيلو. هذا بشكل عام؟ بشكل عام تقريبا فيطلع لك البرجر. طبعا البرجر ترى صفة البرجر هذه دراسة الحالة، طريقة صفة نفس اللحم، صفة البرجر ايه، ومتى تحط اللحم، متى تحط الصوص، متى تحط الخس، متى تحط الطماطم، الفرن بس. يا اخي الان انتشرت مطاعم البرجر. خلينا نشوف ابو محمود، ابو سلطان، ابو سلطان انت من جمهور البرجر، تاكل برجر؟ قليل والله. ها قليل قليل بس في البيت ولا مطاعم؟ لا بالبيت بس، اكثر شيء برجر البحري باكل. البحري؟ ايه برجر. كيف البرجر انواع كثير، في دجاج، في لحوم، في سمك، في اسماك. تفضل السمك؟ افضل السلمون بالتحديد، السلمون والجمبري انا افضلهم. ك
والله هذا انا اشوف بعض المطاعم في اينا. خلنا نشوف ابو يوسف عشان نشوف اللجنه. ابو يوسف فيليه ولا بعظم؟ ابو يوسف ابو يوسف ما نساها للفراج، شكلها بتصير لزمه لاخر البرنامج. هذا ذاكرته. وش تقول بالنسبه للمطاعم البرجر بشكل عام، الوجبه وجبه البرجر مفضله عندك؟ مين مفضله؟ تنصح الناس بالوجبه دي مثلا؟ والله إذا هو بيسي يعني شغل بيت أنصح. نعم. إذا شغل مطاعم أقول لهم لا والله ما أنصح، غض النظر عن نظافته أو هو. نصيحة البيوت هذه معروفة إنه دائما الأفضل، هذا اللي أنا أنصح. لكن بعض الناس ما يقدر، لازم يروح مطعم غصب، يعني اللي جاي من مشوار اللي ما يقدر عاد شكر الله، بس اللي في ناس تقدر وفي ناس عجزة تقدر. اي بالضبط، تقدر وشبت على المطاعم. ايه والفلوس واجد عاد واجد، والله ما تدري يمكن الراتب يخلص قبل نهاية الشهر كله. ايه برقر. طيب ودنا نشوف الشباب هنا. يا صرك بارد، يا صرك ناشف، يا صرك بدون صوص. خلنا نشوف عيالنا. ها مصعب، كيف الأمور؟ اوه زين. ها ابو مادو، يا مرحبا. وش عندك من علوم؟ انت الحين خلطت الدنيا. البرقر انت ناوي تخليها سميكة كذا ولا بعد تخفسها زيادة بحيث تكون رقيقة؟ لا كذا بها وسط. وسط خير أمور وسط. طيب مش حطيت هنا بالفرن من دون ما يسمعون ذول؟ مش حطيت بالفرن؟ بوتيتو. البطاطس؟ يس بوتيتو. فديت بوتيتو أنا يا شيخ، رايك؟ أوه. الملح يا شباب، الملح رجع. مو هذا الملح ذا؟ هذا ملحي، هذا ملحي. إيه خلنا نشوف المعلم الحين. ملح وين يا شوف؟ عبد المجيد. ها عبد المجيد، كيف الامور؟ طبق عالمي اسمه جوسي لوسي. كلها الجبنه حشو. شلون؟ حطت دحين اللحم، طبق بيجي فوق اللحم بيشيع الجريل، ولما تيجي تقصه من النص تلاقي الجبنه في داخلها. بالله عليك، هذه تقنيه عبد المجيد؟ هذه التقنيه اللي ماشي. اوه يا عبد المجيد والله موعودين بشغل نظيف. حاجه جميله. هذا البصل؟ هذا البصل. لا سؤال، لازم البصل يحرق يحترق ولا لا؟ لا يحترق، لا يحترق بس يتكرمل. نص نص نص. ايوه. ابو عثمان، ابو خليل، ابو كرم. ابو كرم حبيبي خليل، كيف الامور؟ والله ممتاز. والله ما شاء الله البرجر خلص عندك. خلص والبطاطس مخلص. يا جماعه فعلا والله يا خلص البرجر. هذا جبنه، هذا خلص اللحم. جبنه. هذه والله الوجبه السريعه، هذه والله اللي يسموها الوجبه السريعه دي. يا اخوان ركزوا على الصوص، الصوص مهم. صوصها ولا تخليها الكنترول، يقولون باقي 20 دقيقة. بدنا مناديل. هم طلبوا منك برجر وتروح تطبخ. روح متعودنا، روح خش معاه وروح. بعدين مين التوتر اليوم عند اعضاء اللجنة غريب وزايد عن المألوف. يا ترى هل صعوبة المرحلة الثانية هي السبب؟ والله اني فاهم الشتاء، اقسم بالله فاهم، ما في شيء يصعب عليك. بس اقصد اسهل والاكله واحد تقريبا. لا الدجاج ما يحتاج تجهيز. لا الدجاج. الشيف محمود اختار عبد المجيد لان عنده مطعم متخصص بالبرجر. تتوقعون خبراته بتفيده ولا منافسينه لهم كلمه ثانيه؟ يا اخي في لذه. هذا ابو مشاري، تعال يا ابو مشاري، تعال يا ابو مشاري. شوف ما راح اقول شيء، ابو مشاري بيمشي يشيك بس. يلا حيك، ما راح اقول شيء. حنا امشي وشيك وشوف الوضع، وتبي تدردش تسولف معهم تشوف الوضع. ابو مشاري قام ياخذ جوله استطلاعيه على الشباب. انت بترك عند المعلم يا ابو مشاري. هذا معلم عبد المجيد. ونعم والله بعبد المجيد. انه كم ماي فقلت انك يطيح. السلام علي، خلص ما شاء الله. قصيم اقارب، حنا اقارب، انا مولود بعيون الجوار. حضور ابو مشاري الدبيان راح يضيف للحلقه الشيء الكثير، وراح يثري الشباب بخبراته وتجاربه. لكن كيف حيكون تقييمك يا ابو مشاري الاطباق اليوم؟ احنا متفائلين بالعكس. الفائل بابو عبد الرحمن طبعا وجه البرنامج كله.
أبو عبد الرحمن، يا أبو عبد الرحمن، يا أبو عبد الله. الشيف علي قام ياخذ جولة في وقت مبكر، واضح انه مو مرتاح من بداية الحلقة. طبعا ما ينلام، ما بقى في الفريق الا اثنين. بالرمان ها، مجرم مجرم حبيبي. شكل الشيف علي ناوي يشارك بنفسه، خايف على اخر اثنين في الفريق. لا لا لازم نطلع من هنا، زحمة الشباب. شكرا الله ابو يوسف، هذا جميل يا ابو يوسف. شكرا الله. كيف شكرا الله؟ مو مشكله، بيان عندك مصروف اثنين احسن من مصروف الفريق كله. الله كريم. اذا عندك عجز وزعهم يا اخي. اذا عنده عجز وزعهم. هو بتعرف ابو يوسف شو عمل؟ ضحى بالفريق مشان ما يصرف عليه. قال لك كلفوني كثير. بالله ركز لي لحظه. الشغل ده شوفوا يا جماعه، الجبنه فوق البرجر، شغل خليل، الجبنه فوق البرجر. يا اخي والله الواحد ما ودك يروح لا مطاعم ولا شيء، ما دام انه يعرف يضبط ويعرف يزين ولا، وبالنهايه ترى يطلع لك ارخص وتعرف مصدر اللحم، صح ولا لا يا شيخ؟ لكن بالحرص مكانها وتعرف مصدرها، واللحم بنفسها فوق الجبن. شوفوا كيف شغل عادل مدل. والله خليل ابو الكرم اسم على مسمى. خلينا نشوف ابو، والله يطبخها بهدوء طبعا. الوسط تبين لك يطبخها. لا اله الا الله. عبد المجيد شغال بس على خفيف، شغال. طيب يا شباب كيف الامور؟ والله ما قصر ما شاء الله. ابو الكرم حط لنا برجر ثاني. اشوف شوف الشغل. خلينا نشوف عاد عشي الكل اليوم. عبد المجيد عبد الدخيل الله كيف؟ لا ما ادري كم الوقت ده. شوف الوقت قدامك. طيب تمام. إيه؟ تمام الحمد لله. بس لازم لازم احنا نسالك، احنا ما نقدر نمر عليك بدون ما نسالك. لازم طيب. ان شاء الله. لا بس انا متاكد امورك طيبه، ترى 11 دقيقه تكفيك وزياده ان شاء الله. الله يوفقك. الله يسعدك. هذا والله اللي يلعب بالثقيل. خلص اللحم، خلص البرجر يا رب لك الحمد. ما شاء الله. الصوص كيف؟ الصوص تحتاج كيف؟ الغلايه الهوائيه اعطيه لزميلك. هاي عقبك. خليني اخلصها. يا سلام عليك. ابو الجود. ابو الجود. يلا حي ابو مشاري، كيف الامور؟ في صيدليه قريبه. كله تمام. سلامات مشان مو بسم الله عليه. كم قدم صار مع لجنه التحكيم والحكم صار في خبر كان. كمل كمل يا كمل ابو، اسال اسال. ماذا تعرف عن الهام برجر وليس البرجر؟ الهام برجر. نعم سيدي. شوف اسمه سالي له لو سمحت. يقول لك الهام برجر. الشيف علي اليوسف قرر فجأة يعيش دور المقدم وسوى تبديل مع الفراج. شاركونا في الهاشتاج، يصلح يكون مقدم ولا يبقى نفس ما هو شيف؟ وبين النساء في فرق بين هم وبر وقر. شيف انا بساله، تدري ان العرب اختلفوا. اقول له وش الفرق بين الهام برجر؟ نعم. وبين البرجر؟ نعم والله فيهم فرق كبير كبير. الهام شيء، هذه عشان المشاهد يستفيد. اي والله سؤال كثير قوي. كلمه هام برجر هي كلمه برجر. هي كلمتين. كيف هي كلمتين؟ كلمتين مختلفات. أحسن. والمعنى مختلف وكلش مختلف. احسنت. ولا احد، وكلنا يقع بالخطا هذا. كلنا يروح للبوفيه ولا المطعم ابغى هامبرجر، هو ما ابغى هامبرجر شطيره. لا لا اسمه برجر. تطلب يلا. بعض الناس يسمون. خلينا نشوف ضيفنا ابو مشاري. بعض الناس يدخل ابو همبرجر. لا غلط. لا تعرف ابو همبرجر. لا لا ما عليك. تعرفه ولا؟ لا لا ما عليك. ينتقل السؤال. ها ايش تبغى؟ لجنة التحكيم. المعلومة اللي عندي الفرق بين الهام ايوه برجر وبين البرجر. الهام برجر، الهام يعني هو لحم الخنزير.
صفقة تحية. أحلى تحية لأحلى شيف. ليش تعديتني؟ أحلى تحية. لحظة ليش تعديتني؟ خليني أكمل لك. كيف؟ والله العظيم. يسألك سؤال ثم يروح ومشينا عن يمينك. يسألك سؤال ثم ينقز اللي جنبك. نكمل لك الشعب ولا ما نكمل لك؟ هذه معلومة حقها فلوس ها. تعال أكيد. تعال ها مصاري ها. تعال استريح أقول تعال استريح. لكان. لك أشوف حسين. فكر أخذناها ببساطة. يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان التزيين والتجميل مهم جدا ما شاء الله لا والله كلهم امورهم ماشيه الناس كثير تغلط انا فكرت احد المتسابقين لا المتسابقين يا بيلها السعوديين همبرجر همبرجر يا بيلها كلهم يقولون همبرجر لو تدري لولا لولا الحياء لا لنهشت هذا البطاطا لا بس ما قدرت العب العب شايف كيف مصقع ذا ولا برجر كمونيه هذه يا حبيبي هذه حبيبي هذه مصعب 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 سم ولا سمعنا شيء جداوي ولا مكاوي سمعنا والشبي بس سمعنا سمعنا موال مكاوي الله ما اعرف بالله سمعنا ايش اجلنا شيء لبنان انا بتجرب بالتالي عم طلع مايكروفون عم طلع مايكروفون هذا اللي يجيني يقول لي ابو ابو مشاري ابو مشاري افضل طبخه طبختها وش افضل طبخه ما ادري والله افضل طبخه اي يعني الطبخ تحس انك تضبطها 100% لو قالوا لك اطبخ اي هل كبسه رز كبسه لحم تفضل جريش ولا انت من حقين طال عمرك البرجر وليس الهامبرجر طبعا ولا مثلا تحب كسادية ولا شيء وش لو قلت لك اطبخ لنا الليله مثلا احنا طالعين ولا في البيت ولا في استراحه والله سو بقل بقل لا شوف انا اعشق او احب الطبخات الشعبيه يعني ممكن تقول لي سوي لي مرقوق اسوي لك مرقوق اذكرك بامك مرقوق ايه ومطازيز يجيب البس معنيزه يجيب البس معنيزه على ضفه ايه مرقوق مطازيز جريش استانس يوم قلت عنيزه هذولي الطبخات يعني مميزه بالنسبه لي عاد الطبخات الثانيه واجد انا بيتزا البيتزا الوقت حطوه قدامهم شوفوا البيتزا ايضا ايه احلالك شوف انا اقول لك البيتزا ايوه البيتزا بحكم اني انت ما طلعت انت كثير اسوي بيتزا دورك انت ايوه انت بس خلاص رايح جيب ساعه تخصصت بها اكثر ها تخصصت فيها ايه ومن الحلويات الكنافه حلويات الكنافه اي كنافه يا اخي ما ادري الكنافه احسها من سيدر الحلويات اي اي الله الله جميل وتسوي على علق الصفيره لين لين يرجع لين اجبوه طيب لو كشت بالبر ما تحكي كشت مخيم ولا طلعت انت خابر هالوقت وقت البران الناس الحين يخيمون ويطلعون وش تحب انت مثلا كبس رز اي طبيعي اكيد الرز الرز ما في احد ما يحبه وكل يسوي نثريه اي نثريه حب ودهن افضل دائم فعلا يسوي معجنات الصراحه طيب خلينا نروح لبيتكم يا ابو مشاري تسلم او اولادك مثلا حلو خلينا نقول عندك ولدين خلي البنيات بنيات بطبيعتهن يتعلمن تمام لكن خلينا نتكلم عن الاولاد ايه عادي مثلا هل انت تفضل انه مثلا والله اولادك في البيت يتعلمون الطبخ ايه يفهمون الطبخ نعم ويعتمدون على اكل البيت والمطاعم هذه يبعدون عنها عيال كلهم يطبخون الحمد لله ما شاء الله تبارك الله اكيد من ابوهم من هو ابوهم من هو ابوهم طيب ومشاري يبينا نجل نمسك يوم مطعمك وخلك تطبخ لنا هنا قدام ما عندنا كفو والله كفو مشاري كفو كطير في احد منكم عنده سؤال لضيف الشرف اليوم ها شباب سؤال اي شيء حياه الطبخ ابو عناد عايد العنزي تفضل يا عايد السلام عليكم طبعا ابو عليكم السلام ورحمه الله الاستاذ الكبير ابو مشاري بيان طبعا انا من المتابعين لك طبعا الله يحييك لي في مجال الطبخ انا بس الناس اللي لهم نكهه خاصه فيهم لهم جو خاص فيهم احب اتابعهم بكثره لان احس يضيفون للي عندي واستفيد منهم اكثر
فتميزت انت بالفتره الاخيره بحاجات كثير، بس ودي اعرف ابو مرزوق وش سالفه. ابو مرزوق صديق لي. تمام. زين تعرفت عليه ودخلنا شراكه بمطعم وما نجح المطعم صراحه. خسر. لا لا ما نجح. لابسين قبوع احمر ولا لا؟ يعني صديق قريب لي جدا، شبه يومي اشوفه، احيانا باليوم اشوفه ثلاث مرات. تمام، وش قصة استراحتكم اللي قلبتوها تراثية؟ لا هذه استراحة خاصة فيه هو، وفعلا قلبها هو، سوى عريش. ابو مشاري رجال، ابو مشاري رجال متابع لدق تفاصيلك. لازم تعلمه يا اخي. استراحة خاصة به، انا عندي استراحة خاصة بي، وفعلا وسويت بعد ما سوى العريش هو باستراحته، وجيت سويت انا عريش باستراحتي، بس سويته عريش بشكل يعني مرتب، مو مثل العريش. تعزمني؟ أكيد أنا من أهل الرز. الله يحييك، تعزم نفسك أنت. الله يسعدك يا بعد. الله يحييك. الله يطول بعمرك. والله أنك شرفتنا يا أبو مشاري اليوم. الله يشرف مقدارك. وأسعد لحظة والله. وأشكر الحمد لله أنك جيت وجلست هنا، لأنها كادت أن تنشب الحرب العالمية بين أبو سلطان وبين أبو يوسف. أبو سلطان بهدم أبو يوسف، بس يستعرض بالشباب اللي لابسين قبعات رمادية، شوفهم كل ما ذا قالوا شوف ذولاك، وأبو يوسف ما عنده إلا واحد. صحيح انه مهدد بالانقراض. مهدد بالانقراض. تدرون كم باقي يا جماعه؟ باقي دقيقتين. الله ما شاء الله. سلم لي اقول سلم لي على عبد المجيد. والله شغل نظيف، والله شغل نظيف، شغل عدل مدل. حتى البطاطس شوف كيف رسمتها. خلينا نشوف ابو ارتحت الحين؟ ارتحت الحين؟ كيف امورك الان؟ يا اخي اذا ما اقرب له يهش شوي. ما شاء الله اهنيكم. والله يا ناس والفرن من اشفى الناس على مستوى. خلينا نشوف ابو الله. من اين لك هذا؟ من اين اتيت بكل هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. الحين لو كبرت اللحمة طيب نفس اللحمة خليته كبيرة شوي تفرق ولا فقط اللحمة كبيرة؟ لا مو اللحمة كبيرة، بدك تعرف امتى تستوي معك درجة الاستواء. هل حتستوي رح يضل جوا هذا في مادة الحمراء اللي كل الناس بتقول عنها دم؟ ايه؟ ما في دم باللحم. احسنت. اللحم في شيء اسمه مايغلوبين. مايغلوبين هذا اللي بيطلع من يطلع من الدم، بس وقت تذبح الذبيحة هذا بيطلع الدم خلاص وبيروح. طيب هذا بسبب عدم الاستواء؟ الناس بتحبها حسب حسب خلصين من نص ساعة يا جماعة. حنا ترى خلصين من نص ساعة ما عندنا حدا. الله يساعد العالم. يا يا اخوان عليكم تقولوا للدكتور معلش بس مشان يعرف انه فريق الصقور قلبه كبير، وتطلع بالعالي بتشوف اوضح الناس. وهذه فزعة للدكتور خليل من فريق الصقور، اعطوه احلى صفقة. الآن مدرجهم فاضي، ما عاد فيه أحد يصفق. مصاريفون. والله خلي لي آخر شيء واحد ولا اثنين والله يعين. أبو يوسف دائما شغله في الميدان ما يرد في تصريحات هذه ميب عنده. ما هي شفنا الميدان. هون بقي لك اثنين ترى اللعبة ما انتهت. أنا بقي لك اثنين ترى. لو بتسمح لي انضم لفريق أبو يوسف. هلا أقول. هلا بيش لحاي بلبس الحمرة فوت. أبو سلطان اركض في ديتك. كيف التعزيز؟ والله شغل نظيف. شلون ابو يوسف؟ واحد. طيب الطبق اللي عندك. مشاهدينا الكرام انتم مثل ما انتم شايفين كل الشباب ما شاء الله انتهوا قبل الوقت كلهم. في ناس انتهوا قبل طبعا، في ناس انتهوا بالضبط، في ناس انتهوا قبل دقيقتين. طيب مشاهدينا الكرام فاصل نواصل بعده مسابقتنا. كونوا معنا. قبل الفاصل يلا حيهم يا هلا والله ومسهلا ومرحبا. حيوا ابو مشاري. حيوا حيوا ابو مشاري. جاي من مدينه هامبورغ الالمانيه. زين الان انا شايف في اتجاه كبير البرجر الحاشي. صفقه تحيه. شيلوها شيله والفوز الليله. ودي اعرف ابو مرزوق وش سالفه.
مشان يعرف انه فريق الصقور قلبه كبير. ما شاء الله ما شاء الله. يخ... يسألك سؤال ثم ينقز اللي جنبك. اعشق او احب الطبخات الشعبية لانها كادت ان تنشب الحرب العالمية بين ابو سلطان وبين ابو يوسف. حياكم الله مشاهدين الكرام، يا هلا والله ومسهلا. الآن نحو الحصاد، ومن اللي فاز بالطبق الأفضل والأجمل والأروع؟ طبعا أنتم مثل ما أنتم شايفين عندنا العملاق مصعب مادو، وعندنا أيضا العملاق الكبير عبد المجيد حسن، وأيضا عندنا أبو الكرم الحبيب الغالي أبو الكرم خليل عثمان. شعلان. سابقوا على وجبة الناس يشوفونها سهلة، برجر برجر، لكن هي على كيف الصوص، كيف تحط اللحم، كيف تطبخها، هل بتخليها سميكة ولا نحيفة ولا كيف تضع الخبز البطاطا إلى آخره، فيها يعني فيها شغل. وأنتم مثل ما أنتم شايفين عندنا طبعا الليلة ضيف الشرف الجميل ابن الجميلين أبو مشاري يوسف الدبيان. أينما حل الدبيان في مكان حل فيه الأمن والسلام والازدهار. أبو يوسف شخصيا، ركز عليه بالله ركز عليه في الكاميرا. أبو يوسف له 3 أيام ما ابتسم، مبهذل أمه أبو سلطان ابتسم اليوم ابتسم، واليوم ضحك، اليوم استانس، تغير جوه اليوم. الله يحييك أبو مشاري. الله يبقيك. نستعين بالله، وهذا وقتكم تشيكون على الوجبات وتعطونا تقييمكم. شكرا. يا هلا ومسهلا ومرحبا. وصلنا للحظة الحسم، ضيف الحلقة أبو مشاري ولجنة التحكيم بيقيمون الأطباق. تتوقعون مين اللي راح يقنع اللجنة بقوة طبقه، ومين اللي راح يكون صاحب الطبق الأضعف؟ هات سكينتك. وين السكسات سيين؟ سيين؟ بسم الله. نحن عم نشتغل، بس عرفنا على الطبق تبعك، اشرح لنا عنه. طبعا هذه برجر لحم بالرمان وصوص الشكشك. صوص ايش؟ شكشك. صوص شكشك. ايه نعم. والبطاطس المحمر مع البهارات الخاصه طبعا فيها. نعم. بهارات حاره طبعا عشان البرجر حلو، اللي هو عشان فيه رمان فاعطاه حلاوه شوي، حلاوه مع حراره يطلع شيء من الاخر. يعني حط انت جوا رمان بالحشوة. اي هلا هلا. قديش متعمد يكون درجة السوى تبع اللحم؟ السوى يعني ولدن تقريبا. شو تقريبا؟ درجة الحرارة. السوى يعني ممتاز. خلاص. سوى ممتاز. الرمان هو بارد حطيته والدنيا ساخنة هنا؟ لا لا، الرمان حطيته فوق بعد الجبن وبعد الخس. طيب انا باخذ الكبيرة. ها الله يجيب العافية. الله يعافيك عليك. تفضل يا ضيفنا. تفضل. طبعا اهم شيء او من اهم في حشوه شيء حشيه رمان ولا بس من فوق؟ لا من فوق. ابو مشاري كيف الامور؟ طعمتها بطاطا بالله. رائع والله. الله يجعل بالعافيه. الله يسلمك. نخليك اخر واحد. بس شيء امس زين اخر واحد والله. لا لا صاحبك. شباب جيبوا العروسه خليها قريبه من السياره خضراء واقفه على الطرف الثاني. درجه السوى رائعه والله، جوسي. الله يجلب العافيه. عوافي فيك. اللحمه طعمها هذه طعم اللحمه باين يعني ما شاء الله. ما حد غطت بالبهارات ولا شيء ولا فلان. ايه الحمد لله. هو بس البطاطس ما الوجز اللي يجي مثلثها زي كذا. ايه الوجز زي بس انا متعمد خليته كذا سخيف ومشوي. حلو. ليش؟ هنا. ليش؟ كذا شيء جديد عن مشوي و ليش ما حد قال له لك؟ مصعب اجتهد وحب انه يسوي بطاطس بشكل مختلف، وكان من المفترض انه يعيد طبق بطاطس وجز. هل هالغلطه بتكون سبب في اقصاء مصعب من المنافسه؟ ولا الطعم حيشفع له؟ برجر.
عصير الشيف ابراهيم فين؟ لا هذا ما هذا شيء ثاني، هذا كلهم ما نزلوا عصير، بس البطاطس ما مسجل والجز ما حضر التدريب معانا اليوم. هو قطعت البطاطس بالشكل هذا لانه ما كان عندي خبر انه يبغوه والجز، فقطعت بطريقه بحيث انه يعني يكون اسرع للطبخ وشكل يعني جديد. طيب اوكي، في عواد المزمار انه حنسوي حفله بعد هذا، حنحتفل معك في السياره وفي غشاش الذبابه، الله يحييك، فيها جلد حرجله واحد تراني. بسم الله، عرفنا عن طبقك شيف. طبعا عملت تو ستايلز، السماشت برجر التقليد المعروف كلاسيك سماشت مع صوص خفيف، اول مره بجرب احط معه عصير البرتقال الطبيعي good مع الصوص عشان اكسر شوي سترس مع الصوص. حلو. عملت ستايل ثاني كارملايزد اونيون مع اللي يسموها جوسي لوسي، اللحم نفسه حشيته جبن موزاريلا وتشيدر وحطيت معه شوي صوص خفيف مع الشوي، يعني فيها طعم الشوي، والتوميتو شويته برضو على الجريل. حلو. شوي عشان يعطي فليفر الشوي. وش البهارات اللي استخدمتها؟ بهارات مع اللحم فقط ملح وفلفل، بهاراتي مع فلفل اسود فقط، فلفل اسود وملح، والتبهير مع الصوص حق برافو. في الحلقة اليوم أنا اخترت أسوي نوعين من أنواع البرجر، اللي هو المحشي بالجبن والطريقة التقليدية اللي هي السماشت برجر. المحشي بالجبن هو برجر كبير، فأنا كنت متخوف إنه ما يستوي وبكده ممكن أخسر، فقررت أني أسوي نوعين، السماشت لأنها نحيفة فإن شاء الله أنها بتستوي، بس الحمد لله مع جريل إديسون كانت نتيجة بصراحة أبهرتني. طبعا البرجر الجوسي لوسي له اسم تاني اللي هو الفوندون برجر، يلي هو اول ما بتقصها هيك لازم وتكون حاره تنزل، ما هيك تنزل الجبنه انه بتطلع الجبنه من هون، شفتي بتبين مثل الفوندون بيطلع مثل الشوكولا هيك طبعا هي درجه سوى هيك. ما زال الشباب مستمرين في مسلسل الاجتهادات. عبد المجيد طبخ نوعين من البرجر بدل نوع واحد. شكلك ناوي تغادرنا يا عبد المجيد. الجمهور ولا يا جماعة التقييم على وحدة، انتبهوا، أنت تختار وحدة من الوجبات اللي تقيم. نعم، شلون يعني على الثنتين؟ وحدة تختار وحدة. إذا أختار الجوسي لوسي. تقييم على الجوسي لوسي. تفضل، فكك الله. فكك الله. ليش تقدم ثنتين؟ تو ستايلز بالطبخ، بس الكلاسيك عادة اللي يميزك اللحم وخلطة اللحم، إحنا الآن اللحم ما اخترناه فالطعم حيبرز. طيب عندي الحين انت قدمت ثنتين، هو مطلوب منك ثنتين. انا قدمت تو ستايلز لبرجر عشان تو الحكام شويه شوف، اي شويه شوف بس فقط. لا يعني. وبعدين سوا بامكانه يساوي اربعه على فكره، ما دام نفس الماده، ما دام انه ما طلع برات الروز. برجر يسوي 20 ايه، بس ما طلع برات الروز، بس نحكم على نفس الماده. اي اي عشان انا لا تخافين لسه ان شاء الله ما في انطراد. انت على طول بتدافع عنه. لا والله بس يعني وزير اني ما طبخت معاه اليوم. هو البصل شوي فيه له طعمه حرق ثاني، طلع طعمه الحرق في البصل بالبرجر، والبطاطس الساعه شوي يبغى لها ثاني، الساعه يبغى تك بسيطه وتكون يعني مستويه، حتى الكرمل حقتها يبغى لها احسن ما تكون بيضه. بس عندك ها شباب جهد مجهود يعني مجهود. شكرا يعتبر. شكرا شيف. رائع لأنه من فريقك. لا بالعكس، شيف يا طوم عنده السدرة الكبيرة. بس حالك قاعد بواشنطن هلأ، الله أعلم. حركات الشيف محمود السدرة الكبيرة القدير. يا جماعة أبو يوسف إيه، قلنا تقييم وتذوق، مو عشرة وش الوضع من جماله يا بالله عليك. والله مش كده مفتت الحسن قطع متشابه شويه البرجر حب بالله عليك. شوف ما شوي الكوتش التوميتو. تعال يا ابو يوسف، لحظه خلوا هذا ثواني بس، خلينا نشوف ذاك، خلينا نشوف. برافو عليك، يعطيك العافيه. تعال اسمع ابو يوسف بس نكمل هون يا علوي. والله سلطان عبد المجيد والله شكلك ما تلعب. الحمد لله الذيب ما يهرول عبث، ما يهرول عبث. اشوفهم تكوا عندك دق دق طلع عنده على الشرقيه. صلي على النبي يا رجل، بتشوف البدع يا رجل. برجر حقه لا اكلته يكفيك سنه قدام، ما تحلت على الشرقيه. شفت البطاطس شيف؟ بدها سوى للساعه البطاطس. البرجر خطيره. ايه ما شاء الله، يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله.
وأخيرا في متسابق طبخ البرجر على الطريقة الكلاسيكية وبدون أي فلسفة. لكن هل هالشي بيشفع لك يا خليل ويكون سبب في تأهلك؟ ولا المذاق وتقييمه حيكون له كلمة ثانية؟ تحكي لنا عن طبخك انت شيف. عملت كلاسيك برجر انا اليوم، ما حبيت اتفلسف كثير فيه، عملت الشيء المطلوب منه، بيجي معه بطاطا ويدجز قطعتها 8 قطع القطعة العالمية، عملت كوكتيل صوص معه تمام، وعملت حطيت شوية بصل كرمالين على راسك يا ابو ابو اوكي، وعملت البرجر دبل طبعا لان الطول الطول مشكلة. كيف استوى البطاطا؟ يعني انت اشتغلت على شغل عالمي يعتبر على ستاندر ستاندر معين. ايوه ايش رايك؟ كلب يمنعك لاعد يمنعك. الله 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 بسم الله. اعطيني معلقة ملح زيادة صح؟ ملح؟ لا بايش؟ لا والله مزبوط. اعطيني معلقة من عند الشباب من هنيك. جاتني القطعة كلها احسها ملح كثير في البرجر. لا بس هو انت ارتفع فالك البيرق يعني. انت ارتفع الضغط معك شوي. ها كيف؟ لا لا مزبوط كلامي؟ والله مزبوط. والله ابو مشاري انا ما ما يناظر المجمل كامل، يركز على اللحم يبدو لي. ايوه انا ركز على اللحم وركز على الصوص. جيب العود ثاني جلد ينصر دينك. ينصر دينك شوي برتقال. يعطيك العافيه ابو الكرم. ينصر دينك حبيبي. كيف البطاطس؟ اوه ما شاء الله. اليوم مالكم الا الشوف يا عيال. والله بس مجرد عن الفاصل بس فريق الاحمر باخر باخر الشيء حيحير اخويكم راح يتردد عزي. مش تقول ما خلص ما شاء الله. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام ان هذا البرنامج برعايه سيف جاليري برعايه ماركه اديسون اللي كل الشباب ما شاء الله يشتغلون عليها من بدايه يوسف. وايضا نذكرهم الشباب ايضا انه معنا كل الشيف الموجودين معنا شيفز كلهم كلهم على مستوى كبير. حتى المتسابقين اللي جو معنا هنا ما هم متسابقين عاديين اخذناهم من اي واحد، لا في مجموعة كبيرة منهم عندهم مهارات كبيرة، بعضهم عنده مطاعم محترف الشغلة من سنوات. كم لك أستاذي عبد المجيد وأنت يعني في مجال المطاعم أو في مجال مثلا خلينا نقول البرجر الاحترافي هذا؟ البرجر الآن صار لنا 5 سنين الحمد لله. والمطاعم؟ بالمطاعم بشكل عام 5 سنين. نعم 5 سنين. 5 سنين بس تخصص برجر إلى الآن. أنت تخصصك برجر؟ التخصص حقنا برجر. أنت مطاعم في الشرقية؟ بالشرقية بالخبر. وشغلك كله برجر؟ أمريكي لكن الأساس برجر. نعم. والنظام هذا الموجود مثل كذا وغيره؟ نفس هذا على بس بشكل أوسع. نعم. طيب إذا مثل ما أنتم مشاهدين مشاهدين الكرام هذا الشغل نظيف. شوفوا مصعب مادو مثلا الحركات اللي سواها في طبخته الرمان اللي انثره على الطبخة. نعم. أنت قديم شغال في أنا ما أتكلم عن البرجر لا بالمطاعم تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات والله. خد دورات الحمد لله. ينعم يا رب لك الحمد ما شاء الله. اذا يعني انا اقول اهنيهم الشباب هنا على هذا المستوى الرائع. خلنا نسال ابو الكرم ايضا كم لك في المجال؟ انا لي تقريبا يعني بالبرجر نفسه. أيوة. تقريبا من 5-6 سنوات يعني. بالمطاعم؟ بالمطاعم من 2013 يعني احنا سنوات 8 سنوات. يعني. اذا مشاهدينا الكرام احنا نشوف الشغل اللي يسوون شاب ترى شغل مو عادي، شغل بتاريخ وشغل بخبرة وشغل بتميز ونشكرهم عليه. ولكن في النهاية يعني اللجنة حكمها على أشياء فنية وننتظر اللجنة. مشاهدين الكرام بعد قليل نعلن النتيجة. فاصل ونواصل كونوا معنا. سؤال الحلقة: كم عدد فروع السيف جاليري في مدينة الرياض؟ لا تنسى تطبق الشروط وفالك التوفيق.
يا هلا والله ومسهلا ومرحبا. طبعا هذا الختام وسهرة الختام وليلة الختام. ودعكم بدمعة العيون. الشباب يرقلون. وصلنا للختام، والختام دائما مؤلم ولكن لابد، وهذه بداية التصفيات الثانية وخروج الكبار، لأنه الموجودين أمامنا هنا الأستاذ الكبير الشيف الرائع الطاهي عبد المجيد حسن، أيضا الكبير ابن الكبار المحترف صاحب الأنامل الذهبية والمبدع في عمله خليل شعلان أبو الكرم حبيب قلبي، أيضا المحور ونقطة الارتكاز والمبتسم دائما والمحترف مصعب مادو. مصعب 5 سنوات خبرة في مجال الطبخ، عبد المجيد 5 إلى 6 سنوات، والآن هو متخصص عنده مطاعم محلات متخصصة في اللحم وفي في في شغلة اللحم، برجر اللحم بالذات البرجر، عشان كذا شفتوا برجر حقه ما شاء الله تبارك الله كانوا دبة غاز. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا أنسى أبو كرم، يكفيك اسمه أبو كرم الدكتور. الدكتور استفدت من أبو سلطان، الله يبيض وجهك، بديت تعلم يا أبو سلطان حبيبي. شفت شلون الدكتور 6-7 إلى 8 سنوات وهو يعمل في المجال. الحقيقة بصراحة صعب علي والله أفقد واحد منهم، لكن في النهاية هذا تقييمكم ومنكم وإليكم. والسلام عليكم. ايش تبون؟ تبوني اطلع الخاسر مره واحده ولا واحد من الفائزين خليه يجلس هناك؟ والله طلعنا نحن الثلاثه. الطبق الخاسر طبعا، ما في احد خاسر من هؤلاء الرجال. تراني يا ابو الاخير نحن متوترين، تراني عدد زيادة. انتم متوترين وانتم مختارين. طيب لا لانه حسبوها الشباب هناك مره ثانيه، في خطا عندكم اسهلها، حسبوها وغيروا اسم. اها حبيبي يعني حتى لو اخترت انا غير الزميل علي غير السد محمود، يعني كل واحد اكيد عنده نظره مختلفه عن الاخر. طيب في الاخير تظل كمان الاصوات المحايده اقرا وردك يا دور، فبالتالي حتى رحمة التريد والله في اقرا وردك في هذا يسمونه فيه مطب صار في الطبخ، في مطب صار في وقت الشغل باللحم. نعم. والشغل باللحم مفروم، وهذا ما يكتشفوا الا الكبار، وذول الاربع هم الكبار، عشان كذا خلوني برجع واحد للمنطقه ذي على الاقل يرتاح نفسيا، لانه واضح انه متوتر، واضح انه متوتر تعبان نفسيا. 1,000,000,000 مبروك. هل سيخرج أو يدخل؟ هل سيكون مع هؤلاء الفرقة الكبرى المميزة؟ ولا سيذهب اليوم ويسوي برجر لأم العيال وللعيال؟ نقول 1,000,000,000 مبروك لأخونا العزيز، يروح ويجلس هناك مع الأبطال الأشاوس. مبروك يا خليل شعلان، مبروك. أول مرة فريق أبو يوسف يفوز. فكينا أبو يوسف أول مرة يفوز. طرقة السمحة ربطناها العين. نقول مبروك، نقول مبروك أبو يوسف. الله يسلمك. بدأت الآن، بدأت استراب المرحلة ذي يعني. بدأت لمساتك. إيه إيه. غير صرت انزل المنصة صحيح، طول معي كم اسبوع بس اتعلم. طيب انا ادري لو اسال، لو اسال كلكم بتقولون يعني وضع سيان، لكن في القلب الواحد وده يكمل. هو اصلا ما شارك في البرنامج هذا الا يرغب انه ايش؟ انه يواصل. والمقصد بعض الاحيان خلينا نقول نسبة 50% المبلغ في يدك، لا برضه 50% الثانية الانسان يتعلم، يجلس مع الناس الطهات الكبار يستفيد زيادة، ولا كشهرة وإعلام وهذه يقدرون يطلعون في الشهرة والسناب والإنستغرام والمواقع وما هم، ولا لا يا أبو مشاري بحكم خبرتك في الشغلة هذه؟ فأنا أقول الاختلاط بالكبار يكبرك بصراحة، وأنا أتكلم عن 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 الرباعي الثلاثي هذا، وأيضا معهم أبو مشاري بحكم أن أبو مشاري ضيف شرف لنا اليوم، ولكن هذول نعتبرهم كبار، ويتضح ذلك من خلال شوفوا نقدهم. بعد الحين ترى النقد هذا يصلح بيوت كاملة في الطبخ والمطاعم والأكلات والشرب وإلى آخره. أنتم ما تحتاجون فلسفة زايدة،
عشان كذا نقول لك يا مصعب مادو، او خلينا نقول للاسف نقول للاخ حبيبنا الغالي عبد المجيد حسن، يعني انت عبد المجيد والله ما قصرت، بذلت مجهود، وانت ايضا يا مصعب بذلت مجهود خرافي صراحه، ولكن يقول لك ما كل لكل مجتهد نصيب وما كل مجتهد مصيب. اسالك بالله كيف الحكمه ما عجبتك؟ ما سمعنا شيء بالله، ما سمعت، لازم اعيدها، خليني اعيدها. لا لا، يقول لك لكل مجتهد نصيب وما كل مجتهد مصيب. كررها ثلاث مرات وفوزك. مع تحيات بيبسي كولا. كرر مبروك. لا 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 لا، ألف مليون مليار تريليون مبروك، كمل معنا للمرحلة القادمة. الكبير صاحب التاريخ العريق مبروك، هو الأخ اللي يبدأ اسمه بحرف ال عبد المجيد حسن. مبروك. كيف؟ مبروك عبد المجيد. ألف مبروك تأهل، والله يوفقك. يوفقك حبيبي، ما عليه يا مصعب حبيبي، الله يوفقك. ألف درجات، ما عليه مرة رصاصة الدرجات، درجة الدنيا دي لا. أنت رمزنا والله. الحمد لله، يعني مقدر مكتوب أول شيء، راضيين يعني الحمد لله أن يعني وصلنا تقريبا نصف النهائي، يعني أعتبر إنجاز يا رب لك الحمد. وغير كذا اني تعرفت على اشخاص كثير، يعني منهم الشيفات والمتسابقين اللي معايا، والحمد لله يعني هذا الحال مكسب، معرفتكم ومعرفه الشباب. كنت تطمح للنهائي وللمراكز الاربع الاولى، ولهالسبب شاركت وجيت واخذت اجازه من دوامك، كله عشان تتفرغ المنافسات شيف اديسون. كنت ماشي على المسار الصحيح، والكل مغرم بشخصك وادائك، لكن هفوة بسيطة تسببت بخروجك. حظ أوفر في المرات القادمة بإذن الله. في أمان الله مصعب. خرج مصعب اليوم أصاب الفريق في مقتل، صراحة أصابنا. المشكلة خروج مصعب أعتقد واللي أثر على تكتيك اللي أعطيته إياه يشتغل عليه داخل المطبخ، انه اغلب الشباب المشاركين انه يجوني في الوقت اللي المفروض يرتاحوا فيه، يسترجعوا طاقتهم، يسترجعوا قوتهم. اصحى الصباح الاقيهم كانوا سهرانين برا، وبالتالي فقدوا جزء كبير من الطاقه، ما ارتاحت اجسامهم، فيجوا على البرنامج، يجوا على الستيشن، فبالتالي يناموا هنا. نعطي تكتيك، نعطي خطه، نعطي نقاط تفويز، ثم نتفاجأ بأنه راحوا عملوا عكس ما اتفقنا عليه. لكن مصعب خروج اليوم رجعنا لورا. طيب يا مشاهدين الكرام، قبل ما ألغي أوقف الحلقة دي، أبغى أوصل رسالة شكر وتقدير للأخ محمد عبد الرحمن المشرف على برنامجنا هذا. تحية لك يا أخوي محمد، والله يبيض وجهك ويوفقك، وأيضا مدير الإنتاج لبرنامجنا خالد الحربي، تحية لخالد الحربي، وتحية للمعد ورئيس قسم الإعداد أسامة القاضي، كل هؤلاء الشباب، وأيضا مصورنا ومخرجنا وكل الشباب موجودين، لكم أحلى تحية على الإخراج الحلو والإخراج الجميل. شكرا أبو مشاري، الله يوفق. نورتنا. شو نقول للكاميرا يا أبو حميد؟ كونوا معنا الأسبوع القادم. في أمان الله. في الحلقة القادمة. حياكم الله، متجددين معكم في برنامجكم شيف إديسون. يا اللي بيسوق تويوتا بيسوق لكزس. هذا متبلد الاحساس ابو يوسف. ولا شيء. نكمل حقيقه. استحبوا من حامل حبيب الملايين حامل. شو مكتوب؟ فوق حامل السحر. هاي ها. لانه ما عندك الا شخصين، اخاف تدفن واحد فيهم ويقول لك عظم الله اجرك. ما ابغى انا احد. قاعد يقول لي تعال اجلس معنا هنا. بالله عليك. اي والله. والله يا ابو يوسف، الله وكيلك صادوك، الكنترول صادوك. قرار ضحكة جذابة.